نرحب بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعوا معنا حلقات برنامج براعم الغد. دكتور منير ويليام، النهاردة نكلم السادة المشاهدين عن النحافة. يمكن السمنة خدت مننا أكتر من حلقة في برنامج براعم الغد، لكن النحافة عند الأطفال أعتقد برضو في أطفال كتير قوي مصابين بالنحافة. تماما، ده موجود. إمتى يقال على هذا الطفل أنه نحيف؟ الحقيقة النحافة بنعرفها أن هي عبارة عن وزن الطفل سواء كان ذكر أو أنثى يقل بنسبة 15% عن الوزن المناسب بالنسبة لطوله وجنسه ووزنه. إذا بدأ يقل عن 15% بنسميها نحافة، إنما إذا الحالة زادت بنسميها نحالة. فالنحالة هي النحافة الشديدة، وبالتالي فهو ده التعريف بالنسبة للنحافة. الأم تلاحظ طفلها أنه هو نحيف أو نحيل إزاي؟ بالظبط، يعني هي بتحس ان الطفل طوله ووزنه لا يناسب سنه. في الحالة دي الطفل بيكون بياكل ولا يظهر عليه نقدر نقول نتيجة هذا الأكل، ولا هو بيمتنع عن الأكل تمام؟ الحقيقة أنت دخلتي في نقطة مهمة قوي، دي بتخلينا نقول إيه هي أنواع النحافة. النحافة ليها نوعين، في نحافة خارجية وفي نحافة داخلية. في البداية الطفل يا إما ما بياكلش يا إما بياكل كويس جدا بس بيبذل مجهود أكتر، فبتكون المحصلة إن وزنه بيقل. النحافة الخارجية دي عبارة عن نوع من نوعين، يا إما إن الطفل زي ما إحنا قلنا دلوقتي إنه بيبذل مجهود جامد جدا وبياكل كمية أكل قليلة، لكن الحالة الذهنية للطفل متزنة، بمعنى إن الطفل يقدر يعمل أي مجهود عصبي وعقلي وذهني دون أن يتعب. دي النحافة المتوسطة الخارجية. لكن في النحافة الزائدة الخارجية، إن وزن الجسم ومجهوده قليل جدا، أقل مجهود الناحية العصبية غير متزنة، الطفل ما يقدرش يستوعب اللي قدامه والتصرفات الموجودة قدامه، وبالتالي فهذا الطفل بنعتبر إن هذه النحافة تؤثر تأثير مباشر على الوظيفة العضوية للجسم. دي النحافة الخارجية. أي إذا تحبينا نتكلم عن النحافة الداخلية ده موضوع تاني خالص. نتكلم عن النحافة الداخلية. يعني ايه نحافة داخلية؟ أي. يعني في اسباب عضوية في داخل جسم الطفل تؤثر تأثير مباشر على حركته. يعني ايه؟ يعني الطفل ده مثلا عنده ديدان بقت حالة مرضية، مهما يأكل بالظبط مهما بيأكل الديدان بتاكل اكله، وبالذات لو كانت ديدان الانكلستوما اللي هي بتبقى شرسة جدا لدرجة انها بتاكل الاكل مباشرة، خلي الطفل يكون عنده انيميا حادة جدا والبراز كله دم وحاجات زي كده، او ديدان الاسكارس. حاجة زي كده تانية، ان الطفل ده عنده مرض خبيث، وبالتالي فهناك سبب للنحافة داخلي في داخل الجسم. دي ممكن تكون هي الاسباب الداخلية، او ان الطفل ده جات له حمى معينة ودخل مستشفى، او اصيب بحمى درن سل معين جاله في جسمه، وده طبعا من اعراضه فقدان للشهية وفقدان للوزن وعرق غزير بالليل وهكذا. هذا الطفل اذا اصيب بمرض زي السل الرئوي او السل للجلد وحاجات زي كده، ابص الاقيه يعاني من اعراض شديده جدا بالنسبه للنحافه. ده بيبان يا دكتور عن طريق تحليل البراز بالنسبه للطفل؟ هو بدايه الطبيب لازم يشوف ويحدد السبب ويبتدي التحليلات الاكلينيكيه اللي هو عايزها. هل هي عن تحليل البراز، او هل هي عن طريق اخذ عينه من الدم ومعرفه ايه نوع الانيميا الموجوده في جسمه، او اخذ عينه من ورم موجود معين في داخل جسم الانسان عشان يحلله، او معرفه سبب الارتفاع الفجائي في درجه الحراره، او ان الطفل فيه وظائف عضويه معينه في جسمه ابتدت تتغير، الكبد وظائفه ابتدت تتغير، الكليتين ما بتبتديش افراز البول بالنسبه له بالطريقه الطبيعيه. لازم الدكتور يعرف يحط ايده على السبب الاولي ويبتدي بالتحليل بتاعته وهكذا. نصيحه حضرتك تقولها لكل ام لاسلوب التغذيه السليم للطفل المصاب بالنحافة؟ الحقيقة بالنسبة لأسلوب التغذية نقول الآتي، نقول أن الطفل المصاب بالنحافة لازم تكون الأكل بتاعه كميته عالية جدا، وتكون فيه نسبة المواد الكربوهيدراتية 50% ونسبة المواد الدهنية 35% ونسبة المواد بعد كده هو الدهنية البروتينيه بتكون 15%. يعني الاكل اغلبه مواد كربوهيدراتيه 50، مواد دهنيه 35، النشويات بعد كده البروتينات 15%. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي احنا بنقول عليها ان احنا دايما بناكل هذا الطفل الاغذيه الطازجه جدا، اللي هي اساسا بتساعد على النمو والامتصاص السريع.
النقطة الثالثة إن إحنا بننصح هذا الطفل إنه يبعد تماماً عن المجهود العنيف، إيه الفايدة إن أنا بأكله أكل كتير وبخليه يلعب رياضة زي الجولف ولا التنس وحاجات زي كده؟ ما هي نفس النتيجة، بيحرق كل الأكل اللي بياخده في الطاقة بطريقة تانية. بالظبط. الحاجة الرابعة اللي أنا بنصحها دايماً بالنسبة لهذه الحالات إن في حالات بتبقى صعبة جداً لدرجة إن مهما أعمل أسلوب غذائي، ويمكن إحنا في حلقتنا هنقدم مثال لأسلوب غذائي بالنسبة للنحافة، مهما أعمل الأسلوب الغذائي هذا الطفل محتاج إنه يدخل المستشفى وبديله محاليل فيها مادة الإنسولين في داخل هذه المحاليل عشان أجبر هذا الشخص أنه يأكل كميات معينة من الأغذية ويبتدي الجسم يأخذ استفادة من هذه الأغذية. فيش أي أثار دي الحالات دكتور؟ طبعا الحاجات الشديدة جدا جدا ما ده علاج، ده مش أثار جانبية، ده علاج، ده أنا بعالجه. الأثار الجانبية أنه بيبقى كويس بيأكل، فأنا بديله مادة الإنسولين في محاليل معينة تحت إشراف طبي في داخل المستشفى، بيبتدي الطفل يستخدم الانسولين في حرق الطاقه والمواد السكريه الموجوده عنده بطريقه اقل، وبالتالي بيبتدي يستفاد من الاكل والتغذيه بتاعته اللي بياخدها. طبعا دي الحالات اللي هي تعتبر حالات شديده جدا اللي في نهايه المطاف. دكتور منير، هل النحافه الزائده ممكن تكون وراثه زي السمنه الزائده؟ اكيد. الحقيقه النحافه الزائده هي المساله عباره عن ايه؟ المسؤوله عن المساله دي كلها عباره عن خلايا دهنيه. الخلايا الدهنيه الموجوده في داخل هذا الشخص قليله، ده شخص مهما ياكل ما بيبانش عليه والاكل بينزل للخارج، فنسبه الجيوب اللي هي الخلايا الدهنيه اللي هي المسؤوله عن هذه النحافه في هذا الجسم تعتبر قليله جدا، وبالتالي درجه استفاده الجسم من هذه الخلايا الدهنيه بتكون ضعيف، فالعامل الوراثي هو عامل اساسي في هذه النحافه. دكتور منير، نتعرف بقى بمناسبه ان حضرتك معانا على مثال لتغذيه طفل مصاب بالنحافه. الحقيقه لو اتكلمنا على مثال تغذيه طفل مصاب بالنحافه زي ما هنشوف في الجدول اللي احنا بنعرضه، بنقول ان في ثلاث وجبات رئيسيه اللي هي الافطار والغذاء والعشاء، لكن في نفس الوقت في ثلاث وجبات ثانويه بتكون عباره عن ايه. الساعه 11 بدل الطفل ده كوب كاكاو باللبن والسكر وبديله بسكويت، حوالي الساعه 4:30 بديله شاي وساندوتش بيكون موجود معاه بسكويت او سندوتشات مع كوب شاي، الساعه قبل النوم بديله كوب من اللبن أو كوب من اللبن بعسل النحل معلقة كبيرة. الحقيقة بعد كده لو استعرضنا الأسلوب الغذائي لهذا الطفل في خلال أسبوع، بنقول إن في أول يوم بيكون الإفطار عبارة عن كمبوت من الخوخ، بليلة باللبن والسكر، بيض مقلي وموز. الغداء بتاعه عبارة عن شريحتين من اللحم المشوي مع بطاطس محمرة، وبيكون معاه خبز أو توست، وممكن يكون فيه أرز بالعدس. العشاء بتاع هذا الطفل بيكون عبارة عن سمك مقلي، خبز أو توست بالسمن، باذنجان وكيك. تاني يوم بيكون الافطار بتاعه برقوق كمبوت مع بيض مقلي، وايضا بيكون خبز او توست بالمربى. هتلاحظي سيادتك ان انا بدي دايما يوم مربى وبدي يوم تاني عسل وهكذا زي ما هنشوف دلوقتي. الغداء بتاعه مكرونه بالجبن وسلطه فواكه بالكريمه وفاصوليا وجوز او فول سوداني. العشاء بتاع هذا الشخص بيكون دجاج مشوي مع بطاطس مشويه وكوب واحد من شرش اللبن وكيك. تالت يوم بيكون الافطار بتاعه عباره عن لبن كمبوت وبليله بالعسل، وبيكون خبز او توست بالمربى. زي ما انت شايفه مواد سكريه، زي ما انا قلت 50% من غذاء هذا الطفل بيكون مواد كربوهيدراتيه. الغداء بتاعه ارز بالكاري، فاصوليا وشريحتين من اللحم المشوي مع بطاطس محمره وبسله. العشاء بتاعه عباره عن كوب من الشرش، وايضا باذنجان وبودنج وكيك. رابع يوم بالنسبه لهذا الشخص الافطار بتاعه مشمش كمبوت مع خبز او توست بالزبد وبيض مقلي وموز. الغداء بتاعه سلطه فواكه بالكريمه ولوبيا وارز بالعدس، جوز وفول سوداني. العشاء بتاعه بيكون عبارة عن شوربة عدس كوب واحد زائد خبزة وتوست بالزبد، بطاطس مقلية، برضو آيس كريم. خامس يوم الإفطار بتاعه خوخ كامبوت مع عصيدة باللبن وعسل نحل، ممكن كوب شاي أو كوب قهوة. الغداء بتاعه مكرونة بالجبنة، فول وأيضا فول سوداني. العشاء بتاعه دجاج مشوي مع بطاطس محمرة، خبزة وتوست بالزبد وبودنج. سادس يوم الإفطار بتاعه بيكون تين أو مشمش كامبوت، خبز او توست بالمربى وبيض مقلي. الغداء بتاعه عباره عن سلطه فواكه بالكريمه، خبز او توست بالزبد، لوبيا، جوز او فول سوداني. العشاء بتاعه عباره عن كوب من الشرش وسمك مقلي وايس كريم. اخر يوم اللي هو اليوم السابع الافطار بتاعه خوخ او برقوق كامبوت، خبز او توست بالزبد، بليله باللبن والعسل، موز. الغداء بتاعه ارز بالكاري وسلطه فواكه بالكريمه، شريحتين من اللحمه المشويه مع بطاطس محمره وبسله. اما العشاء بتاعه فبيكون عباره عن خبز او توست بالزبد، بطاطس مقليه، دجاج مشوي. ده نظام متكامل كله نسبه المواد الكربوهيدراتيه حوالي 50%، نسبه المواد البروتينيه حوالي 15%، الدهون فيه حوالي 35%. ده الاسلوب الامثل على هيئه ثلاث وجبات رئيسيه وثلاث وجبات فرعيه اللي اقدر اخلي هذا الشخص يبتدي
يقلل كتير قوي من اعراض النحافه بالنسبه لجسمه. من غير اي فتح للشهيه؟ ده كلها حاجات فاتحه للشهيه. لا كادويه. كادويه الحقيقه اذا الشخص بدا مع اسلوب رياضي خفيف معين مع هذا الاسلوب الغذائي اعتقد ان هو هيقدر يكمل كويس. هل ممكن استخدام الاعشاب الطبيعيه في حاله النحافه؟ لا اعتقد. ما ثبتش ان في نوع معين من الاعشاب تستطيع انها تفتح الشهيه. معروف ان نسب كبيره من الاعشاب قافله للشهيه. لكن فتح الشهيه بالنسبه للاعشاب ما يعتبرش موجود، او على الاقل احنا طبيا ما نقدرش نثق في حاجه زي كده. حضرتك عودتنا في كل حلقه ان بتقول مجموعه نصائح للام وللطفل ايضا، النهارده في حلقه النحافه هنقول للام ايه؟ هنقول لها ما تحاوليش تخلي ابنك يبذل مجهود رياضي عنيف او رياضه عنيفه في حاله النحافه، وانك انت دايما تحاولي تديله الاسلوب الغذائي الامثل اللي بيحتوي على نسبه عاليه جدا من المواد الكربوهيدراتيه بتصل ل 50% ومواد نشويه بتصل بالنسبه للمواد البروتينيه حوالي 15% والمواد الدهنيه حوالي 35%. الحاجه اللي بعد كده هو ان ابنك لو كان مصاب باي اصابه او اي عرض جانبي، ارتفاع في درجه الحراره او وجود دم في البراز او حاجات زي كده، حاولي باسرع ما يمكن انك تكشفي عليه علشان تعالجيه اولا ثم تعالجي النحافه ثانيا. بنشكر حضراتكم والى اللقاء وحلقه جديده من برنامج برعامل غد.